الحقيقة إنه مصر يعني خلينا نقول إنه في هذا المجال تحديدا هي تتربع على عرش صحيح. طبعا الإنشاد الديني، أكيد. ولكن الإنشاد الديني له قواعد. صح، لو حضرتك تعرفنا على قواعد الإنشاد الديني. هو طبعا زي ما حضرتك ذكرتي إن مصر هي متربعة في تلاوة القرآن الكريم صحيح. والإنشاد الديني، وتركت لنا تراث كبير جدا ومشايخ عظام زي الشيخ طه الفشني والشيخ محمد عمران والشيخ البهتيمي، طبعا. فكل دول تربوا على مشايخ أخرى. يعني لما نشوف الشيخ البهتيمي كان في مدرسة الشيخ محمد رفعت، فأول حاجة الإنسان يعملها إن يكون عنده الخامة، إن يكون عنده الموهبة، ويسلم لشخص دارس وفاهم يعلمه وينمي عنده المهارة دي، ويعلمه إزاي يقرأ القرآن وإزاي يستخدم المقامات الصوتية ويتبناه. لكل مجال لابد أن يكون في شيخ يعلمك، يعني المشايخ يعلمون الدين والأطباء يعلمون أو يعلمونهم الناس التي تدرس عندهم الطب، كذلك في الإنشاد لابد أن يكون لك شيخ يعلمك أساليب الإنشاد ويعلمك طرق الإنشاد، ومن ثم حفظ وسماع ما كان من المنشدين السابقين لكي ينمي عندك مهارة السمع. يعني مين هو شيخ أبو بكر رشوان؟ يعني مين اللي تعلمت على أدائه وكنت بتحب دايما تسمعه وتحب دايما تشوف ابتهالاته وتواشيحه؟ والله هو مجال الإنشاد عامة جه معايا بسبب إذاعة القرآن الكريم، فأنت تعلم أن إذاعة القرآن الكريم في كل بيت مصري طبعا 24 ساعة، فسماعي للمشايخ حببني في الإنشاد، فبدأت أسمع وبدأت أقلد الشيخ محمد عمران، هو أكتر طبعا. حد يعني أثر فيا جدا، وبعد كده تبناني شيخي الشيخ يسرى عزام ربنا يبارك فيه وفي الحج دلوقتي، وسلمني لبعض من المشايخ علمونا وعلمونا المقامات الصوتية، منهم أخي الشيخ محمد الجزار مبتهل بالإذاعة، علمنا المقامات الصوتية وعلمنا كيف نستخدمها يعني. فكان من القدامى شيخي ويعتبر المربي الروحي لي هو الشيخ محمد عمران ربنا يرحمه ويهني روحه يا رب.